نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من العام الجاري، وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد البحريني وصل نموه الإيجابي خلال عام 2018، إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.8%. وأوضح التقرير أن الاقتصاد البحريني سجل نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث نما القطاع النفطي بنسبة 11.3%، أما في القطاعات غير النفطية فقد نمت بشكل ملحوظ بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 3.2%. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1416 نقطة بانخفاض نسبته 0.81%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,279,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 500,000 دينار تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. أكد نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج الكابتن وليد العلوي أن الشركة تسير بخطى ثابتة بفضل دعم الحكومة الموقرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى التطور المستمر الذي تشهده طيران الخليج من خلال الخدمات والامتيازات التي تقدمها الشركة للمسافرين. كما كشف العلوي عن تسلم 8 طائرات مختلفة من أصل 39 طلبية لطيران الخليج، فيما تم استلام 6 طائرات من طراز دريملاينر، وسيتم استلام طائرتي إيرباص A320neo التابعة للأسطول الجديد والمتوقع اكتماله في عام 2023. مثل ما لاحظتوا وجود وصول عدد من الطائرات إلى أسطول طيران الخليج، منهم الدريم لاينر والايرباص 320 نيو، وان شاء الله السنه الجايه يبتدون طائرات الايرباص 320 نيو للوصول. في الاونه الاخيره او قبل يومين ان شاء الله تم الاعلان عن اهتمامنا بالطلبه اللي يدرسون خارج البحرين او يدرسون في البحرين من الدول المجاوره، بامكانهم نقل شنطه اضافيه في العفش لتشجيعهم على سفرهم على طيران الخليج. بالنسبة للوجهات الجديدة اللي تم الإعلان عنها، فتم الإعلان عن وجهة مهمة وهي ملقا، نظراً لحب جمهور وشعب الخليج للسفر إلى إسبانيا لتقضية إجازة الصيف. فإن شاء الله نبتدي بالطيران لملقا ويكونون كل المسافرين سعيدين بفتح الخط. كما إن شاء الله راح نفتح خط جديد اللي هو صلالة، نظرا لجودة الجو في صلالة في وقت الصيف في بقية الخليج، فنأمل كذلك المسافرين يستمتعون بهالوجهة الجديدة. أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على إيران، معترفا أن بلاده تعيش أصعب الأعوام منذ سيطرة نظام الملالي على السلطة قبل 40 سنة. وطلب روحاني من الإيرانيين المزيد من التضحية بسبب الظروف الصعبة وتراجع الخدمات المقدمة من الحكومة. وكشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني، وقال إن معدلات التضخم في إيران قد تقفز إلى نحو 50% خلال العام الجاري، مرتفعة من 37%. انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بقيادة قطاع السيارات الذي تأثر سلبا من التوترات التجارية الأخيرة، وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6%، كما هبط مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.1%. ويترقب المستثمرون في نهاية الأسبوع الجاري أن يحل الموعد النهائي للرئيس الأمريكي لاتخاذ قراره بشأن التعريفات الجمركية المحتملة على السيارات من الاتحاد الأوروبي.